وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ شو تكونوا بألف خير، ورجعتكم اجيكم مقطع جديد تحدي من تحديات الاسبوع ال15 والاخير. الحمد لله رب العالمين، لازم نقوم نصلي ركعتين شكرا ونخلص هذا السيزون لانه عن جد جننونا فيه وكثير طول. وقبل ذات المقطع الشباب لازم اعملوا اشكر، صلوا على النبي، بعدين لازم اعملوا ضغط على زر الاشتراك لكن المقطع، فعل الجرس كمان، لا تنسوا تستخدموا كود الايتم شوب شيش الظاهر امامكم. وخلينا نبلش على طول. وعنا التحدي يا شباب، مطلوب منك بحكي لك انك ابقى في الرمل لمده 5 ثواني بعد انه تكون، قصدي يكون عندك الخصم بعيد عنك 20 متر على الاقل، يعني مش اكثر من هيك. يعني كل عليك انك شو تعمل، تنزل على اللي هي منطقه الرمال هون، بعد ما تلاقي مثلا واحد ويفضل انه هون تفوت فيها دمدمة فريق انا بالنسبه لهذا التحدي، واذا ما زبط معك بتفوت جيم عادي، اذا ما زبط دمدمة فريق فوت جيم عادي تمام. كل عليك بعد ما تفوت دمدمة فريق او انه هذا التحدي عادي، بتلاقي مثلا شخص غاد، بس اول ما تشوفه انزل في الرمل، لازم تغمر حالك في الرمل وتظلك وراه لمدة 5 ثواني على الأقل عشان نحسب لك هذا التحدي. ويعتبر تحدي سهل ومباشر، يعني فيك تظلك أصلا أنت في الرمال، أول ما تشوف واحد قرب عليه ظلك يعني زي كأنك بتلحق وراه أنت تمام. فلمدة 5 ثواني بس هي اللي معك، يعني يعتبر التحدي سهل زي ما قلت لكم مباشر مثل هيك، ظلك في الرمل مثل هيك، بس إنك لازم يكون الشخص بعيد عنك 20 متر، يعني يمكن يكون جوا البناية، هذا مثلا عندي خصم هون جوا البناية عادي، هو مش بعيد عني أكثر من 20 متر ولا 10 متر، فبنحسب لك. يعني لو ظلك هون برا حسب لك هذا التحدي. هو مثلا نحكي جوا البناية، يعني في عندك هاي مثلا طريقة من الطرق. بس يا شباب هذا هيك التحدي، يعتبر تحدي سهل ومباشر، بس حبيت أفهم للي الأشخاص يمكن ما بيعرف شو بيعملوا فيه. وبس خلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد، لا وقبل نهاية المقطع يا شباب لازم نعمل خلطات على زر الاشتراك المقطع، فعل الجرس، وخلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد، ومع السلامة، بيس.